عين على الحدث، أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. إذا اليوم سوف نتحدث عن الاتحاد الإفريقي وأولوياته الاقتصادية في الظرف الراهن والأزمة الصحية التي يعرفها العالم بأسره وإفريقيا والجزائر، وكذا الآليات التي سيوظفها الاتحاد الإفريقي لإعادة تدوير العجلة الاقتصادية والنهوض بالقطاع الاقتصادي في إفريقيا. فإذا أي إضافة سيقدمها الاتحاد الإفريقي لمواجهة تبعات كورونا الاقتصادية؟ سؤال وأسئلة أخرى سنحاول الإجابة عليها بحضور ضيفي هنا ببلاطو السيد عبد الرحمن بن خالفة، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي والوزير السابق. مساء الخير أستاذ. مرحبا وسهلا، شكرا على قبول الدعوة سيد عبد الرحمن بن خالفة. نبدأ، ولكي نصحح المفاهيم، عبد الرحمن بن خالفة هو المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي. نعم. وليس مبعوث الجزائر للاتحاد الإفريقي، يعني أنتم من بين المبعوثين الخاصين لدى الاتحاد الإفريقي. فما هي طبيعة هذه المهمة الموكلة لكم سيد عبد الرحمن بن خالفة؟ شكرا على الدعوة الكريمة، وعيد مبارك للجميع مسبقا، ونحن في يوم مقدس ويوم عرفة. ففعلا الاتحاد الإفريقي تعرف مثل الاتحاد الأوروبي، في هيئاته، في هياكله، في رؤساء. الرؤساء قرروا أن تكون لمواجهة هذه الجائحة الكبيرة واللي تمتد في الزمن، أن يكون بالتوازي مع الهيئات الاتحاد، أن يكون عمل لمجموعة من الشخصيات المعروفة اللي عندها قابلية دولية، اللي عندها نتورك، يعني كما يقال بالإنجليزي، يعني شبكة علاقات. وبعض البلدان اللي عندها موقع، جنوب إفريقيا، نيجيريا، كوت ديفوار، رواندا لأنها ناهضة، وفي المنطقة كانت الجزائر هي اللي برزت. فطلبوا من رؤساء الدول أنهم يقترحوا شخصيات، فكان لي الشرف أنه الرئيس تبون، عبد المجيد تبون، قرر أن يكون اسمي من بين المقترحين. ثم بعد ذلك في مرحلة ثانية تم التعيين من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي اللي هو رئيس الحالي لأفريق دي سود. فإذا نحن الآن، ولو أنه من ورائنا، وأنا من وراء الجزائر ورئيس الجزائر، المبعوثين الخاصين هم تقريبا مستقلين، يتكلمون باسم إفريقيا ومن مبعوثين خاصين لإفريقيا، وبالتالي أنا مبعوث خاص لإفريقيا، ونرافع ونفاوض ونتكلم باسم إفريقيا ولصالحها. جميل، قبل أن نخوض في مختلف النقاط دعني أطرح عليك سؤال، ألا هو ما هو موقع الجزائر من إفريقيا سيد عبد الرحمن بن خالفة، وما هو الدور الذي تلعبه في الاتحاد الإفريقي؟ خليني بأمانة نقول أن الجزائر من بين البلدان المحورية، تعتبر هكذا، كنت أقرأها من خارج هيئات الاتحاد الإفريقي، الآن أنا تقريبا داخل الاتحاد الإفريقي، لأنه فبلد محوري، بلد له وزنه السياسي والتاريخي، ولا واحد يتكلم على الجزائر بدون أن يتكلم على ثوراتها. بلد تتكلم عليه في الناحية، في الجانب الأمني كثيرا، خصوصا المنطقة، في بلد له انشعاع دولي كبير، ويعتبر كذلك يتقاسم بين البحر الأبيض المتوسط، البلدان العربية والإسلامية وإفريقيا، لكن وزنه الاقتصادي ما زال قليل، خاصة مع التغيرات، مختلف التغيرات، مع الأسواق، مع النفوذ الاقتصادي، مع عالم البزنس. تعرف أنت الآن السوق الإفريقية تزيد عن 100 مليار دولار، التجارة البينية، التعامل البيني، الخدمات. فنحن لنا وزننا في الميدان الأمني، في الميدان السياسي، في الميدان الجيوستراتيجي، كلمتنا مسموعة في إفريقيا وخارج إفريقيا. لابد أنه شيئا فشيئا من ناحية وزن الاقتصادي، وفي ناحية وزننا في المجال التبادل التجاري، لابد أن ننهض من جديد، لأنه في بلدان كثيرة الآن تريد أن تبقى الجزائر هكذا فقط، يعني في وزنها الاستراتيجي وليس في الجانب الثاني. أنا أعمل مباشرة بالمهمة التي أقوم بها، والتفاوض حول الكوفيد وحشد الأموال،
لكل البلدان، وخصوصا احنا لا نفرق بين البلدان الكبيره والبلدان الصغيره، نفرق الان بين البلدان الاقل فقرا والاقل نموا هي اللي لابد تروح لها الاموال، والبلدان اللي هي في سعه. لكن بصفه غير مباشره، وما دمت انا اتكلم على الجزائريين، اعمل كذلك للوبيينغ لاجل بلدي. نعم. لانه ما بعد هذا الكوفيد، وخصوصا انه هناك منطقه تبادل حر خلقت وستخلق الآن وستنبعث، لابد أنه من جديد لابد أن يكون لنا وزن الاقتصادي. الاقتصادي جميل. على ذكرك لكوفيد 19 أو لكورونا، نتحدث عن الوضع الراهن وعن الأزمة الصحية التي لازالت تلازم إفريقيا والتي نخرت قطاعها الاقتصادي. أنتم كمبعوثين لهيئة الاتحاد الإفريقي، هل في خارطة طريق يعني لهذه الهيئة موجهة أو لمواجهة ما ترتب عن وما سيترتب سيد عبد الرحمن بخالفة عن كوفيد 19؟ وفعلا إفريقيا أولا هي منطقة كبيرة، هي 54 بلد، مستويات مختلفة للبلدان، متفاوتة. في بلدان فقيرة جدا، في بلدان متوسطة، في بلدان لها سعة، في بلدان كبيرة بشريا، في بلدان صغيرة، في بلدان بترولية، نحن والنيجيريا وليبيا. نعم. وفي بلدان عندها مواد قليلة، في بلدان كذلك مست لأن عندها أفواج كبيرة من ناحية السياحة، لأن كاين بلدان سياحية اللي مستها الكوفيد. فإذا خريطة الطريق، ولو أنها تمت مع رؤساء الدول والحكومات، لأنه احنا عندنا خريطة الطريق أتت من لجنة أو من مجلس الرؤساء، وحضرها في كثير من على الأقل 3 مرات السيد الرئيس، لأنه في هذه البوتقة الكبيرة لرؤساء الدول اللي لهم نفوذ. وبالتالي نوعين من التدخل، تدخل سريع الآن لمواجهة فاتورة الكوفيد. نعم. فاتورة الكوفيد في حدود 100 مليار دولار، فيها شراء الأدوية، شراء الكمامات، إعادة ترتيب لزوبيتو يعني المستشفيات، المستشفيات. نعم. يعني توسيع رقعة العمل الطبي، الفحص الديبيستاج، يعني هذه اللي لابد أنه نفحص أكثر عدد ممكن، وغدا وبعد غد اللقاح. اللقاح نعم، وهو اللقاح له فاتورة. نعم. كذلك. نعم. فهذا إذن نعمل على أساس أنه مجموعة من الموارد تأتي بطريقة غير طريقة الكريدي، يعني عن طريقة القروض. القروض تأتي بصفة كهدايا أو كأشياء لا ترجع. نعم. وخلق لهذا الشأن صندوق اسمه صندوق التضامن، وصل حتى الآن أظن في حدود، فيه الجزائر تضامنت فيه، في بعض الكثير من البلدان اللي تضامنت فيه. تضامن معناها أنه هذه الأشياء لا يمكن استرجاعها، تمت كهيبة. نعم. في حدود أظن 30 إلى 35 مليار دولار. وفي كذلك هيئة تنسيقية تمس كل المخابر، لأنه في بلدان كثيرة مخابر تاعها قليلة، وبالتالي لا بد من الاستثمار من إعادة المخابر. في هذه الخط الأول هو مواجهة الوباء من ناحية الكلفة البشرية الصحية، وحتى لا تزيد هذه الكلفة من ناحية البشرية. ولكن فيها خط ثاني ومتوسط المدى، هو كيف يمكن للموارد البنوء لموارد البلدان أنها لا تقل، لأنه لا بد من إقلاع بعد الكورونا، بعد الكورونا. الكوفيد. لأنه الإقلاع بعد الكوفيد، كل ما طال الكوفيد كل ما كانت كلفته كبيرة، خصوصا بالنسبة للبلدان اللي عندهم دين كبير، وكاين بلدان عندهم دين كبير. تعرفت الآن تقريبا دين إفريقيا الخارجي في حدود 360 إلى 350 مليار، 350 مليار دولار. جزء كبير منه لما يسمى عندنا بالهيئات المتعددة الأطراف، يعني البنك الدولي، البنك الإفريقي، جزء لا يعتبر للبنوك الخاصة، و 35 إلى 40% للصين. فلهذا احنا نتفاوض الآن كثير مع الصين، ولو أنه الأدوات التي نستعملها غير الأدوات تختلف. نعم. فالآليات الآليات تختلف. فنحن إذن وصلنا معا، مش فقط المبعوثين الخاصين، المبعوثين الخاصين وهيئات الاتحاد الإفريقي والشركاء الأجانب بما فيهم
مجموعة الجيبيت. مجموعة الجيبيت هي أكبر البلدان، ولو أنها أكبر البلدان المتضررة، لكن أكبر البلدان اللي عندها وزن. وصلنا إلى أنه كل سنة 2020 ولا بلد إفريقي يرد يعني القروض، القروض المتواجدة الآن ما فيها استرداد يعني خلال 2020. درنا ما يسمى بالموراتوار، يعني مخطط لتجميد استرداد القروض لبلدان إفريقيا اللي هي في حاجة إلى ذلك. أظن في حدود 40 بلد اللي هي ليست في حاجة مستمرة، لكن اللي هي في حاجة لها خلال كل سنة 2020 لا تسترد قروضها، وبالتالي عندها إن صح القول راحة من ناحية البادجت نتاعها، لأنه كل الأموال التي لا ترجعها تبقى عندها وتواجه بها المصارف الظرفية، مصاريف الدواء، مصاريف يعني. فلهذا في نفس الوقت نعيد جدولة الديون، وفي نفس الوقت كل ما جدولت الديون كل ما أعطى أريحية فيها أشياء ثانية. سوف نتحدث عن جدولة الديون سيد عبد الرحمن الخافة. أفهم من كلامكم أنه على غرار الجانب الاقتصادي هنالك أولويات أخرى لدى دول إفريقيا، يعني نتحدث على الجانب الصحي مثلا، على الجانب الصحي، على الجانب السياسي، يعني أولويات لربما تضعها دول إفريقيا خاصة في الوقت الراهن الذي تعيشه الآن سيد عبد الرحمن بن خلفة. نعم، هي في الحقيقة عندها أولويات حتى ولو لم يكن كوفيد، لأنه الاقتصاد الإفريقي ما زال متخلفا في كثير من البلدان. ما زالت إفريقيا تصدر أشياء خامة، ما زال الاندماج الاقتصادي البيني الإفريقي قليل. التجارة البينية لا تساوي إلا الخمس أو السدس للتجارة مع الشمال. فلهذا كل ما كان هناك ركود في البلدان الكبيرة، هذا الركود مس البلدان الإفريقية. حتى الآن إفريقيا 45 بلد بهذه الضخامة ما زالت حتى اليوم تستورد كماماتها من خارج إفريقيا، تستورد أدويتها من خارج إفريقيا. فلهذا الاندماج الإفريقي الداخلي لم يصل إلى المستوى المطلوب بالنسبة لمجموعة كبيرة نقيس بها أنفسنا، هي المجموعة الأوروبية مثلا. نعم. أو حتى مجموعات أخرى، مجموعة أمريكا اللاتينية. وبالتالي حتى لو لم يكن لو لم يكن الكوفيد، إفريقيا ما زال اقتصادها من ناحية هذه هش نوعا ما، وغير مندمج. بلد مجاورة لبلد تستورد أشياء موجودة في البلد المجاور لها، ولكن تستوردها من البعيد أولا. ثانيا الفالور اجوتي، يعني القيمة المضافة الداخلية في اقتصاديات إفريقية قليلة. الأشياء تمشي خام وتأتي مصنعة. فإشكالية النمو في إفريقيا كبيرة حتى ولو أنها خارج هذا الوباء. الوباء هذا يزيدها كلفة، ولكن نحن نعمل كذلك على أن هذا التضامن الكبير الموجود الآن بين هيئات الاتحاد، بين الحكومات، وبين باقي العالم، وبين مجموعة المبعوثين الخاصين، أن هذا يمكننا كذلك من الكابيتاليزاسيون، أننا نراكم فيه تجربة تتراكمية بحيث أننا نقفز في الإقلاع ما بعد الكورونا بطرق غير الذي كنا نعمل فيه. نواجه هذه المخاطر باقتصاد يكون فيه اندماج أكبر أحسن مما نواجهه فرادى كما كنا نواجهه في الماضي. جميل. على غرار ذكركم للتضامن سيد عبد الرحمن بن خلفة، نتحدث عن التنسيق. كيف يتم التنسيق بين مختلف الدول الأوروبية أو مبعوثيها لدى الاتحاد الإفريقي، ومع من يتم التفاوض؟ ذكرت لي منذ حين بعض البنوك وكذا الصين للحصول على الموارد المالية سيد عبد الرحمن بن خلفة، وكيف يتم هذا التفاوض خاصة ما تعلق بإعادة جدول الديون إفريقيا ودول إفريقيا سيد عبد الرحمن بن خلفة؟ والله هو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الكوفيد فيه مساوئ، لكن من بين محاسنه أنه مكننا أننا نعمل عن بعد بدون ما نمشي. نعم. في الاجتماعات الآن أنا أحضر عشرات الاجتماعات مع إفريقيا، مع بين إفريقيا وبين العالم، وفي خبراء منا، ما في مبعوثين خاصين متواجدين في أمريكا. نعم. في مبعوث خاص متواجد بالنيجيريا، في مبعوث خاص متواجد في الجزائر. في فالعمل عن بعد هذا مكننا أننا نربط بيننا دون أن
نمشي في الطائرات وفي كذا، ولو أنه صعب من ناحية من ناحية العملية، لكن هناك تاسك فورس كما يسمى، يعني قوة تنظيم في إرادة، يعني أولا إرادة سياسية للرؤساء، وثانيا إدارة على مستوى أديس أبيبا، لأنه مقر الاتحاد هو في أديس أبيبا، هي التي تنظم كل اللقاءات اللي بيننا وبين الواجهة الأخرى. عندما نتكلم مع البنك الإفريقي، نتكلم مع البنك الدولي، تكلمنا مع البنك الدولي على الأقل 10 مرات، تكلمنا مع صندوق النقد الدولي مباشرة مع رئيس الصندوق الدولي، نتكلم مع البلدان اللي لها نفوذ، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هذه اللي في الجيويت، تكلمنا مع الإدارة المالية للولايات المتحدة لأن لها وزن كبير، تكلمنا حتى مع من يترأس ما يسمى بالكلاب دو باري، يعني نادي باريس، اللي هو يعيد جدول الديون الخاصة وليست فكل هذه لم نكن نعمله لو لم يكن هذه تقنية التواصل عن بعد. وبالتالي في 3 محاور، في لي زانفوي سبيسيو، يعني المبعوثين الخاصين بينهم يجتمعون يعني اسبوعيا تقريبا بيننا، حتى المحاور التي نتكلم عليها تكون فيها تناغم بيننا، في من يتكلم في 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 باب وفي من يتكلم باب ثاني بيننا وبين هيئات الاتحاد، يعني هيئات الاتحاد فيها، وبيننا وبين المجموعات الاخرى، في مجموعه مثلا تسمى بالافكانز، هي مجموعه 15 وزير ممثل لإفريقيا، 15 وزير مالية، كذلك نتناسق معهم، لأنه ما يتم التقرير فيه يطبق من طرف الوحدة الإفريقية عن طريق رؤساء الدول، ولكن كذلك مباشرة من طرف الدول ومن طرف وزراء المالية نتاعها ووزراء الصحة، ونجتمع بصفة تنظيمية مع مجموعة الوزراء المالية ووزراء الصحة على أساس أننا نتنسق بينهم. وأخيرا تمت حتى إن بلاتفورم خلق على مستوى الاتحاد الإفريقي مع المبعوثين الخاصين، إن بلاتفورم للبيع ب يعني أسعار لتداول، يعني تقريبا رمزية، بيع الكمامات، بيع كل ما يمس الأجهزة عن بعد، الدول تعمل الكوماند عن بعد، وفيه من يصل هذه الأشياء إلى بأسعار رمزية، بأسعار يمكن أن تقول أنها 50% بالنسبة للأسعار اللي في السوق. لماذا؟ لأن الكميات كبيرة، هذه كلها بتنسيق بعدي تتدخل فيه النخب، تتدخل فيه المبعوثين الخاصين، وخصوصا الدول. وأظن أنه التجربة الثانية في العالم لمواجهة الكورونا، التجربة الأولى هي كانت في الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، يعني الاتحاد الأوروبي عنده هيئات كاملة، عنده بنك مركزي واحد، عنده نظام جمركي واحد، عنده عملة واحدة، عنده هم عملوا الكثير، لكن الاتحاد الإفريقي هو الذي عامل بالتنسيق بالنسبة للاتحادات الأخرى اللي متواجدة في العالم. ما زال ينتظركم عمل كبير سيد عبد الرحمن بن خالفة للوصول إلى مصاف الدول الأوروبية، يعني نعمل اتحاد إفريقي، لربما ما نقولش نقارنه وإنما يشبه نوعا ما الاتحاد الأوروبي أو باقي الاتحادات سيد عبد الرحمن، لأنه الاتحاد الإفريقي ما زال في بلدان أولا مختلفة النمو، ثانيا العملات مختلفة، حتى أنه المستويات معيشية، ثالثا الصناعات غير متداخلة، ثالثا ولو أنه فيه يعني قوة سياسية والرؤساء، لكن اقتصاديا النخب والصناعات متوجهة للشمال أكثر مما هي متوجهة لإفريقيا، ففي إعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقي تتطلب أشهر وسنوات، لكن البداية لابد، الأزمة هذه خلقت البداية، خلقت الشعلة اللي لابد لها من تضامن، ولكن لابد من عمل، نعمل كذلك ونتبادل، لابد أن أقوله أنه ننصح أنفسنا ونقول لغيرنا أنه إفريقيا من ناحية الحوكمة ومن ناحية محاربة الفساد ومن ناحية التنظيم الديمقراطي ومن ناحية احترام القوانين والدستور أفضل مما كانت عليه، أفضل مما كانت عليه، لأنه هذه هي الضمانات التي نعطيها لغيرنا، أن الأموال التي نحشدها
لا تمشي في غير محلها. مستحيل. لأنه البلدان الأخرى تقول نعم نمشي معكم، لكن في بؤر الآن في إفريقيا نأسف لها، وهي اللي فيه بلدان كثيرة فيها قضايا أمنية. نعم. وفيها تصارع داخلي، وفيها محاربة الجماعات الإرهابية، وفيها تصادم بين الدول، بين القبائل فيما بعضها. فكذلك القضايا الأمنية هذه تخلينا نتكلم على قضايانا الداخلية، ولكن كذلك نطمئن غيرنا أن الأشياء شيئا فشيئا تمر من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. لكن إفريقيا فيها عمل كثير، ولو أنها كلهم يعتبرون أن إفريقيا هي الكونتينا، يعني القطر نتاع غدا، لأن مواردها طبيعية، مواردها الشبانية، الخبرات اللي فيها والأسواق اللي فيها، ويعني هي أسواق الغد. فلهذا الصين عندما نتكلم معها بصراحة بأمانة، أنا أتكلم مع الجزائريين، الصين تستثمر في المتوسط وفي المدى الطويل، لأن تعرف أنه الربحية الاقتصادية والتحديات الاقتصادية وسعة الاقتصاد هي أكبر في إفريقيا، أكبر من أوروبا ومن أمريكا، من أوروبا، لأنه تعتبر هذه أقطار تسمى أقطار بدأت حتى الصين تشيخ. يعني مليار و 200 مليون يعني نسمة، رقم لا يستهان. الاتحاد أو القطر الإفريقي هو القطر غدا، وبالتالي التفاوض مع الصين هو تفاوض في المدى المتوسط والمدى الطويل، وهي لعبت دورا كبير فيه ديار، والرئيس حضر في سومي في قمة كانت منذ أسبوعين أو ثلاث، قمة بين إفريقيا والصين، كان كوفيد في من بين الأشياء التي تم الكلام عليها، ولكن كانت كذلك المبادلات ونظرة الاقتصاد الصيني والرؤساء الصينيين لإفريقيا ولبلدان اللي يسموها هما البلدان المحورية بما فيها الجزائر في المستقبل. فنحن نعمل هكذا في اتجاه في الظرف، لمواجهة الظرف، لأنه كلفته المالية والبشرية كبيرة، ولكن نعمل على أساس أنه هذه تكون خميرة لنقلة نوعية لاقتصاد إفريقيا داخليا وخارجيا، حتى نصل إلى مستوى الاندماج لمواردنا تولي تتبادل بيننا والقيمة المضافة بيننا أكثر من بيننا وبين غيرنا. يعني أفهم من كلامكم السيد عبد الرحمن بن خالفة بأنه لربما التبادل التجاري والاقتصادي ما بين إفريقيا والصين سوف يجنب إفريقيا بعض الخسائر التي كانت تتكبدها جراء تعاملها مع بلدان أوروبا. أولا، ثانيا، نرافع كثير وبصفة غير مباشرة أن الديون أو الاستدانة الخارجية تتحول شيئا فشيئا إلى استثمار مباشر. أنه عوض أن الاستدانة تأتي، الديون تأتي، نستعملها كما نستعملها، ثم نبقى هنا هكذا نرجع أشياء دون قيمة مضافة عندنا، نقول أنه جزء من هذه الديون لابد أنه يدخل في الاقتصادات ويكون استثمار مباشر، وتكون توطين، يكون حركة توطين لصناعات فيها قيمة مضافة داخل إفريقيا بما فيها نحن الآن الجزائر، لأنه من بين البلدان اللي مؤهلة أن تكون قبلة للاستثمارات المباشرة ما بعد الكورونا الجزائر، لأنه نظامها السياسي تغير، نحن في تيك أوف جديد، يعني انطلاقة جديدة. في بلدان كبيرة مثل هذه الأسواق انتحى يمكن أن يستثمر فيها. فالصين لها هذا البعد، بدأت تستثمر، لكن نقول أنه ما بيننا وبينها أنه الاستثمار هذا لابد أن يكون طويل المدى، أن يكون عبء على الدول القليل، وأن تكون الربحية وتقاسم الحظوظ تقاسم منصف، أنه إذا استثمرنا معا نربح معا ونخسر معا، لكن أن لا تكون هناك قوة شوية أكثر من أو وزن لبلد أكثر من وزن أكثر من بلد. يعني أفهم من كلامكم بأنكم لربما ترحبون لفكرة التعامل الاقتصادي مع الصين. يعني لا بد فعلا، لأنه زيادة على ذلك الصين له هذه الخاصية، ولو أنه في نفس الوقت له تعاون اقتصادي، ولكن له تعاون في مجالات أخرى، في مجالات اجتماعية، في مجالات ثقافية. لكن في الاقتصاد بأمانة لابد أن لا يطغى طرف معين في منطقة أو في بلد. لابد أن تكون فيه دائما تنويع
لمصادر الاستثمار، مصادر التمويل، سواء على مستوى البلد او مستوى القطر. وانا اتكلم مع الصين كذلك ان تعاونها معنا لابد ان يسحب لنا اندماجا جهويا بين الدول، ان لا تبقى الدول التي تتعامل مع الصين تتعامل فقط معها، كذلك تتعامل بينها. وكذلك بالنسبة للجزائر، أنا بين الجزائريين نقول لابد أن الشركات الصينية التي عبد الرحمن بن خالفة. سوف نعود إلى هذه النقطة ونفصل فيها، لكن في عدنا فاصل إشهاري مشاهدينا الأكارم، نمر إلى هذا الفاصل الإشهاري ثم نعود. شكرا.